اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام اهلا بيك حبيبي، سعداء جدا بوجود حضرتك. ربنا يكرمك يا اسلام. ربنا كابتن ماهر خليني ابدا مع حضرتك بدايه وبسرعه وعلى طول. مباراه الهلال السوداني، كيف ترى هذه المباراه في ظل ظروف صعبه جدا يمر بها النادي الاهلي، سواء من مباريات توالي المباريات ده اولا، ثانيا على الجانب الاخر هزيمه الهلال في المباراه الاولى من سان داونز. اولا يا اسلام عايزين نشكر طبعا بصراحه يعني الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين على الاداء اللي ادوه بصراحه في كاس العالم للانديه. والشخصيه اللي فرضها مستر كولر في معظم المباريات، وده بيأكد ان احنا فعلا قدرنا يعني نكسب هيد كوتش عالمي واضح قوي بصمته من بدايه مشواره معانا صراحة من البداية. صح، ان الراجل فعلا عملي، ان الراجل فعلا عنده استراتيجية، ان الراجل فعلا عايز يحقق امجاد مع النادي الاهلي، وده بيأكد طبعا في المشوار الافريقي والمشوار الدوري العام والعدد المباريات الحمد لله رب العالمين اللي هو قدر يفوزها، وبدأ يخش بقى في ارقام مع مانويل جوزيه اللي هو اعظم مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي، وبدأ يخش في ارقام مع موسيماني المدرب اللي قبل كده. فده اذا كان بيدل اسلام بيدل ان فعلا الراجل ده عنده شخصيه وعنده استراتيجيه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو ينفذ الاستراتيجيه دي، وباين في كل مباراه تحس ان في بصمه من ناحيه التدوير اللعيبه، من ناحيه الاجهاد، من ناحيه يعني احنا زمان يا اسلام عرفنا موضوع تثبيت التشكيل ده من المدربين الاجانب. الراجل ده غير المفاهيم، يعني في تثبيت في بعض الخطوط لكن في تدوير في الجانب الامامي بشكل كبير، يعني بيلعب بمجموعه، المباراه الثانيه بيلعب مجموعه اخرى، المجموعه الثالثه، المباراه الثالثه بيلعب مجموعه اخرى وهكذا. وانا عايز اقول لك ان ده كله هو حاطه في الحسبان، لان هو عارف النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات والنادي الاهلي مطالب انه ياخد بطولات، وان هو عارف ان فتره السنتين اللي قبل كده الاهلي عانى من الاصابات بسبب الاجهاد وبسبب كل 3 ايام مباراه لعيبه ونجوم الفريق اتصابت بشكل كبير، اثرت على السنتين اللي فاتوا بين نتائج النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. فالراجل ذكي، فجه قال لك لا انا يعني في بعض اللعيبه هيبقى فيها ثبات في التشكيل، وفي بعض اللعيبه هبدا هدور فيها لاجل المشوار الكبير اللي انا هاخده مع النادي الاهلي. فالنهارده احنا مطمنين بصراحه من شخصيه كولر، من ثقته، حتى مطمنين كمان من ثقه اللعيبه وادائهم. تحس لعيبه النادي الاهلي بصراحه فرضوا شخصيته وفرضوا ادائهم، لكن التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام والفروق في بعض الفرقه طبعا زي ريال مدريد وفلامينجو، لكن احنا الحمد لله رب العالمين قفلنا الملف ده واثبتنا للعالم فعلا ان النادي الاهلي نادي القرن. وزي ما انت لسه قايل من قليل، النادي الاهلي 11 على تصنيف العالم، وده حاجه بصراحه تشرف وتشرفنا وتشرف كل اهلاوي وتشرف حتى الكره المصريه. النادي الاهلي في حته تانية بينافس ريال مدريد، بيتفوق على انديه ليها باع واسماء كبيره زي برشلونه وبايرن ميونخ، فده انجاز بيحسب للاعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. النهارده مستر كولر بدا مرحله جديده وهي الملف الافريقي، وأول بداية مع الهلال السوداني خارج ملعبك، وأنت جاي من مشوار 4 مباريات فيهم حمل أقصى في كل مباراة بتأثر على اللعيبة بشكل كبير، لكن الراجل عامل حسابه للكلام ده. نعم. يعني نظام الاستشفاء بيأديه بشكل جيد، زي ما أنت ذكرت إسلام في بعض اللعيبة مصابة مش موجودين، حوالي 6 لعيبة مش هيبقوا موجودين معانا في بداية البطولة، لكن في الأول والآخر الأهلي بما أنا حضر دي جملة فعلا حقيقية وإحنا عشنا ما بنقولهاش كده، إحنا فعلا شفنا تجارب وتجارب كانت صعبة. يمكن كأس العالم اللي فات كان أكبر دليل على الجملة دي ونجاحها، إن فعلا كانت لعيبة النادي الأهلي ناقصة حوالي يمكن 8 9 لعيبة من اللعيبة الدوليين، ومع هذا النادي الأهلي خد الميدالية البرونزية. طبعا الهلال والمريخ زي الاهلي والزمالك في مصر، الهلال يعني فارق عن المريخ ب4 نقاط في الدوري السوداني،
لعب حوالي 17 مباراه، كسب 14 مباراه وخسر مباراتين واتعادل مباراه. يعني فرقه ليها باع وليها اسم في الدوري السوداني بشكل كبير طبعاً. وصاحبه بطولات وعندها جماهير زي جماهير الاهلي يا اسلام، يعني جماهير عاشقه الكره السودانيه وعاشقه الكره الحلوه. وتملي جماهير السودان في مباريات الهلال بالذات اذا كانت محليه او افريقيه بتلاقي حوالي 40,000 او 50,000 في المدرجات، يعني تحس ان استاد الخرطوم او ام درمان بيبقى مليان بشكل كبير. هما طبعا عيد بالنسبه لهم، النادي الاهلي جاي بطل القرن وبطل افريقيا وجاي من بطوله قويه جدا، فهم كمان بيستعدوا ان هم عايزين يقولوا للكره السودانيه ان احنا مش اقل من الاهلي، عايزين كمان يفرحوا جماهيرهم طبعا، عايزين ينولوا من البطل. فتملي النادي الاهلي يا عيني في كل مرحله هتلاقي في صراعات بشكل كبير جدا عشان عايزين طبعا يكسبوا البطل، وفي نفس الوقت بيبقى شرف بالنسبه لهم انك انت تكسب النادي الاهلي. فطبعا المباراه في توقيت كمان غريبه يا اسلام، هم ما اعرفش الساعه 3 دي، يعني هم طبعا بيبقى لهم غرض ما بيلعبوش بالليل. كويس انها مش في الحر يعني، اقصد ان هي لا، ما انت ساعات برضه في مباريات كثيره بتلعبها الساعه 3 لكن هنا في مصر يعني. هم برضك يمكن الحراره هناك عندهم ممكن توصل 35، احنا عندنا الحراره هنا مثلا 11 او 12 صحيح 15، لكن هناك 35 بيعتبر حر بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه كمان يمكن الكويسه اسلام ان عندهم الاستاد كان بيجددوه، يعني الملعب لارضيه الملعب والمدرجات، فدي برضك في صالح النادي الاهلي. انت عارف يعني ملاعب السودان اذا كانت المريخ ولا الهلال كانت ملاعب يعني لكن بيتم غير تجديدها غير مستوى غير مستوى يعني. نشوفها بتفرق معاهم بشكل كبير في الاداء يعني. طيب كابتن ماهر، ثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي بقى، احنا يعني كل ده بنتكلم عن نادي الهلال، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي، ودايما مارسيل كولر عندما ينظر لهذه المباريات بيفاجئ اللاعبين وبيفاجئ الجمهور وبيفاجئ الحقيقه، بيعمل اللي هو شايفه من وجهة نظر، ممكن يغير 6-7 من الفريق. هل ده ممكن يحصل في المباراة اللي جاية؟ نقول ان هو بدأ التدوير ده مثلا، لو هو تدوير نقول ان هو بدأه من كأس العالم بالظبط. وعايز اقول لك يا اسلام، هو بيفاجئنا بصراحة وبيفاجئ اللعيبة، وانا عايز اقول لك ان يعني احنا كنا زمان بنوت تثبيت التشكيل 16 لعيب و 17 لعيب بيدوا لك الاداء اللي انت عايزه، لكن بعد كده اكتشفنا ان مع فتره طويله ان اللعيبه بتقع مننا. بتقع بالظبط، فضاع مننا سنتين بصراحه بسبب التثبيت ده. النهارده نظريه جديده بتحسب للراجل ده بصراحه، يعني بتحسب موضوع التدوير في بعض اللاعبين، كل مباراه 4 لعيبه 5 لعيبه. الاول احنا كناش يعني هضمنها قوي، لكن دلوقتي بعد كاس العالم لا، احنا مقتنعين بيها 100%. اللي هو بيعمله هو ده الصح، وده بيرجع اسلام ان هو عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه. صحيح، دي اهم حاجه. معظم لعيبه النادي الاهلي الراجل بصراحه عنده ثقه في كل اللعيبه، ما عندوش حد اميز من حد او حد احسن من حد، ومن خلال الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللعيبه بنشوف الاداء والشخصيه اللي اتفرضت في كاس العالم للعيبه النادي الاهلي. حصل نضج اسلام بصراحه لمعظم اللعيبه. يعني تلاقي مثلا حسين الشحات، يعني حسين يمكن كان بيجهز نفسه للبطوله دي لان حسين عارف ان البطوله دي يعني لعبها قبل كده وبيتفوق فيها. فحسين مع العمل النفسي كابتن، في عند لعيبه معينه بطولات معينه او مباريات معينه بتبقى محببه لي. بيحصل. يعني انا حسين متاكد ان حسين كان هيبقى مستواه غير مستواه في الفتره اللي فاتت دي، مستواه كان بيزيد في اخر مباراتين، لكن انا كنت عارف في كاس العالم ان حسين هيزيد اكتر. عبد القادر نفس الكلام، يعني عبد القادر برضك من اللعيبه اللي بتحب المباريات الكبيره دي. محمد شريف نفس الكلام. بيتستاو، يعني رجوع بيتستاو بالسرعه دي، فده بياكد برضك ان الراجل عنده ثقه في بيتستاو بشكل كبير. اللي عاجبني يا كابتن انه اللعيب اللي بيرجع بتحس ان هو بقاله فتره بيلعب، يعني داخل في الفرقه ولياقته جيده وبيكمل على الاقل 60 دقيقه، فدي حاجه تحسب للجهاز الفني بالظبط ولمخطط الاحمال يعني. محمد هاني
وعوده محمد هاني ما شاء الله بصراحه. يعني هاني محمد هاني فكرنا بمحمد هاني من اكتر من سنتين من كاس العالم بالظبط بصراحه يعني. فمحمد عبد المنعم، محمود متولي، كلهم، الشناوي، مش عايز انسى حد، معلول، قفشة وشريف، قفشة وشريف، ديانج، حتى كمان الصفقات الجديده يا اسلام. يعني شوف حتى الراجل ادى فرصه للصفقات الجديده في مباراه زي مباراه الزمالك، واخد بالك، مش قلقان وحاسس بثقه اللعيبه. لا، وفي مباراه واللعيبه قدرت الثالث والرابع بالظبط، والثالث والرابع بتاعه مروان بالظبط. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتحسب للراجل وفي نفس الوقت بتحسب للعيبه. يعني خالد عبد الفتاح بصراحه من الحاجات اللي كانت جميله ومفاجاه بالنسبه لنا الاداء المتميز. مروان نفس الكلام في نص الملعب، ما تحسش اني لسه راجل بيحط رجله مع المجموعه اللي موجوده، تحس انه راجل واخد مباريات بقاله فتره. اطمنا على الصفقات يعني، كمان حتى الولاد اللي ما خدوش فرصه زي كاستيلو زي سافيو برضك لعيبه شفناهم لعيبه مميزه بشكل كبير. الراجل اسلام كمان ميزته قال لك ان انا حد الناس كلها، ودي حاجه ودي حاجه جميله. يعني انا حد الناس كلها، انا عندي ثقه في الناس كلها. فانت ممكن في مباراه الهلال السوداني تفاجئ ان سافيو بيلعب، تفاجئ ان كاستيلو بيلعب، سافيو مصاب، يعني تفاجئ مثلا ان مروان من البدايه، خالد عشان موقوف كان ممكن يبقى موجود برضك من البدايه. فتفاجئ ان الراجل ممكن يبقى فيه حوالي 3 4 تغييرات موجوده في مباراه الهلال لناس تانية، ناس تبدا تخش تكمل المشوار مكان زميلها بشكل كبير. طيب كابتن ماهر، برضو يعني كيف ترى المنافسة في هذه البطولة وفي هذه المجموعة، نادي الأهلي، سان داونز، هلال، قطن الكاميرون؟ احنا اكيد طبعا في منافسة في المجموعة اللي احنا موجودين فيها اسلام، زي ما ذكرت كده. يعني الهلال السوداني بيعتبر رقم واحد للكرة السودانية، ومن الفرق اللي يعني بتبقى ند بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. سان داونز، واحنا كلنا شفنا سان داونز بيستعد من سنوات للنادي الاهلي. يعني احنا شفنا المحلل بتاع سان داونز موجود، محلل الفريق، خالد، بس خالد اهلاوي يعني، يعني لكن جاي شغل. طبعا فده بياكد لك ان حتى سان داونز عينه على النادي طبعًا. الاهلي صح، يعني متابع مباراه النادي الاهلي، هيعمل ايه في بطوله العالم، هيتابع اكيد طبعا مباراه الهلال طبعا. فواضح ان في متابعه. القطر الكاميروني برضك من الفرق اللي ليها باع كبير جدا في افريقيا، فانا شايف ان هتبقى المنافسه قويه جدا بين الاربع فرق بشكل كبير. يعني يعني بعيدا عن النادي الاهلي، السان داونز والهلال والقطن، تفتكر مين اللي ممكن يعني يوصل ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ انا شايف اول ان شاء الله النادي الاهلي، وسان داونز بصفته ان هو متمرس وعنده خبرات بشكل كبير جدا. خلي بالك، نادي الهلال اتفرجت على مباراه الهلال وسان داونز، انا اتفرجت عليها شويه منها يعني مباراه. لا، نادي الهلال عنده فريق قوي، بيعرف يقف كويس، مهاجمينه بيلعبوا بشكل جيد، الاجنحه بتاعته كويسه، عنده مجموعه لاعبين جيدين. يعني يعني احنا نتمنى ان السودان يبقى موجود معانا، واخد بالك، مع النادي الاهلي، الهلال مع النادي الاهلي. لكن سان داونز يعني عنده خبرات في البطوله ديت، زي ما انت قلت اسلام، يمكن هلال كان افضل منه في المباراه الاولى، لكن لسه المباراه اللي جايه هنشوف مين يقدر يوصل ان شاء الله مع النادي الاهلي في المركز الاول والثاني. عموما هي مباريات صعبه، وهي مجموعه صعبه الحقيقه، مجموعه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن الدوري العام ورؤيه الكابتن ماهر للدوري العام خلال الفتره القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، الدوري العام شايفه ازاي؟ معظم الفرق اللي فيه يعني. السنة التالتة على التوالي الدوري بيزيد حلاوة صراحة يعني. وده بيرجع اسلام إلى مجالس إدارة الأندية بدأت تختار مدربين في البداية على أعلى مستوى، والمدربين اتغيروا. وبعدين اتغيروا مع الأسف يعني، بدأوا ياخدوا احتياجاتهم. يعني الأماكن اللي هم محتاجينها بدأوا يجيبوا لعيبة كويسة. فعشان كده الدور الأولاني كان منافسة شرسة بصراحة على المراكز الأولى، وفوجئنا طبعا فرق يعني الحصان الأسود، فرق أدت مردود
بامكانياتها القليله قوي وميزانيتها وما عندهاش فلوس وعندها لعيبه مميزه زي اسوان. يعني اسوان حاله غريبه محتاجه دراسه بصراحه يا اسلام. عامله كسبانه 6 مباريات وعامله اداء مع كسبانه الزمالك في اسوان، يعني احرجت فرق كبيره جدا ليها باع كبير في الدوري الممتاز. ولما تسمع بقى رئيس النادي لما يطلع يتكلم على ميزانيه او السقف بتاع لعيبه اسوان 750 800 واقل مثلا 250 حاجه، يعني ارقام ولعيبه اسلام كمان لعيبه مميزه بصراحه، لعيبه كويسه قوي. كمان فيوتشر ماشي بخطوات جيده. فيوتشر مع علي ماهر يعني يمكن السنه الثانيه على التوالي بصراحه، ويمكن ثبات الجهاز الفني اثر بشكل كبير جدا مع فيوتشر. اختيارات علي ماهر، خبرات بقى اللي اكتسبها في الدوري، اختياراته للعيبه عامله مردود جيد جدا. طبعا النادي الاهلي وصل للمكان اللي هو بيحبها وهو اول الجدول، وصعب جدا النادي الاهلي لما بيركب بطوله الجدول صعب جدا ان هو يعني حد يقدر يقعده. بما اننا بنتكلم على النادي الاهلي يا كابتن ماهر، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى له دور مهم جدا جدا، وانا هنا بتكلم عن الجمهور لانه الحقيقه كان هناك بعض العتاب ما بين الجمهور وبعض اللاعبين، ولكن الحقيقه فور العودة اللاعبين من كاس العالم للانديه وان اللعيبه عندنا مباراه مهمه، لقينا ان جمهور النادي الاهلي كالعاده الحقيقه واقف ومسانده ودعم غير طبيعي لمحمد شريف والقفشه والشناوي والبرستا والكهرباء ولكل اللاعبين الحقيقه. فدايما جمهور النادي الاهلي له دور مهم جدا جدا في حياه كل لاعب في النادي الاهلي، وهو دور المسانده والدعم. بص يا اسلام، جماهير النادي الاهلي ضلع من اضلاع منظومه النادي الاهلي. والضلع يمكن الاكبر بقى. يعني بنعتبره الضلع الاولاني، اللي هو بقى عنده ثقافه وعنده وعي وعارف ان اللعيبه دي ياما كسبته بطولات، ياما فرحته. يعني اي فرحه بتحصل في مصر دور عليها هتلاقي وراها النادي الاهلي. فاذا كان بطولات محليه او افريقيه او كاس العالم زي ما احنا شفنا. فجمهور النادي الاهلي بقى عنده وعي وثقافه، لما بيحصل ضروب للفرقه بيزعل وبيتضايق يا اسلام، لكن بيرجع بسرعه وبيعاتب وبيحقق، واحنا كمان يعني بنشد معاه، يعني طبعا بنقول لا من حقكم انكم تزعلوا من اللعيبه، لكن بسرعه بيرجع يقول لك ايه، لا ما ياما اللعيبه دي فرحتني. وعايز اقول لك يا اسلام ان دي ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق بتبص تلاقي ايه، المنظومه كلها بدات تتكاتف. ودي حاجات احنا متورثينها من زمان، اجيال ورا اجيال. يعني تلاقي صحيح. مثلا مجلس اداره بكاد الكابتن محمود الخطيب بدا ينزل للجهاز الفني، ايه الاخبار، في مشاكل، صحيح، في حاجه، في بتاع، كلام من ده، تمام، مفيش، خلاص مجلس اداره بيساند الجهاز الفني. وبعدين مجلس اداره بياخد الجهاز الفني وبيخش يقعدوا مع اللعيبه، نبدا بقى ايه المصارحه، في ايه الوضع، ايه نظام، ايه كلام من ده، حد زعلان، حد فيه مشاكل، الكلام ده كله. خد بالك يا اسلام، مفيش منظومه موجودة أو مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي بتعمله. يعني أنا شايف إن المؤسسات الأخرى لازم تتعلم من النادي الأهلي إزاي الانضباط وإزاي المساندة في حالة الإخفاق، لأنك أنت نادي كبير، نادي القرن، أنت نادي مش قليل. فلما يحصل لك إخفاق إزاي ترجع بسرعة؟ الرجوع عندنا إحنا خلاص بينا ما شاء الله حافظينه. يعني كابتن محمود الخطيب بيبدا ينزل زي ما قلت، الجهاز الفني، الجهاز الفني، اللعيبه مع بعض، كباتن الفرقه بتتكلم، بتلم الدنيا، وبعدين جماهير النادي الاهلي بتبدا تحس بقى، بيبداوا يروحوا الجزيره، يروحوا التدريبات، يشجعوا اللعيبه. تبص تلاقي على طول الكيرف بيبدا يطلع يا اسلام. حقيقي. وفي حاله الاخفاق يا اسلام في حاجه في التدريب مهمه قوي، انك انت لازم تشتغل اكتر. يعني اليوم الكامل والحاجات الخاصه والحاجات اللي فيها اعداد ذهني واعداد نفسي فتبص تلاقي ان الاجهزه الفنيه بدات تشتغل اكتر عشان تطلع تاني بالكيرف. وفي حاله وانت على القمه تشتغل اكتر وتحافظ على اللي انت فيه برضك بالشغل وبالتركيز. صحيح. فدي من ضمن الحاجات اللي موجوده في النادي الاهلي بصراحه. فجماهير النادي الاهلي احنا مهما اتكلمنا ومهما قلنا مش هنوفيهم حقهم بصراحه. نعم. لان يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جمهور النادي الاهلي
في الكيان اللي موجود عليه النادي الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي العظيم، دايما شكرا ليكم لان انتوا السند والدعم في كل شيء. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن السند الاول والداعم الاول لفريق النادي الاهلي وللفرق الرياضيه في النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير عن الجمهور ونرجع نكمل. الواحد لما بيسمع الكلام ده الحقيقه جسمه بيقعش على كابتن ماهر. لسه اقول لك يا اسلام والله. عايزين ننزل نلعب. عايزين بالظبط كده. لكن دايما يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم في كل شيء. طيب خلينا كابتن ماهر برضو نتكلم عن المقاولين العرب والاتحاد السكندري، و يعني تجربة المقاولين العرب الحقيقة تجربة جيدة، ان مع كابتن شوقي غريب حتى الان اعتقد الامور جيدة جدا، وتجربة الاتحاد السكندري كذلك. انا بحيي شوقي غريب من خلال برنامجك اسلام، وطبعا المقاولين اختار الرجل المناسب في الوقت المناسب. نعم. صراحة شوقي عنده من الخبرات بصراحة اذا كانت الدولية او المحلية. شوقي من المدربين اللي نضجوا بشكل كبير. شوقي هو المدرب الوحيد اللي بيلعب الخمسة الافارقة اسلام من بداية المباراة. لان هو اختارهم، اختار اماكنهم، والنهارده فريقين معاه يعني عاملين له بصراحه حاله ايجابيه بشكل كبير. وذكاء من شوقي ان هو بيلعب بالخمسه من بدايه المباراه، ويعني يمكن على حساب الاخرين لكن اللعيبه كويسه فريقين معاه بشكل جيد. فدي بدت من ضمن الحاجات اللي شفناها جديده في الدوري السنه دي، انك انت لما عندك افارقه بتلعب اثنين ثلاثه وبعدين يبدا يتغير واحد شيل واحد، لا شوقي بدا بالخمسه. نتيجه ان هو اختارهم واختار اماكنهم والاماكن فعلا اللي هو محتاجها، واضح قوي ان هم عاملين تاثير بشكل كبير جدا في شكل واداء المقاولين العرب في معظم المباريات اللي فاتت. وعشان كده المقاولين العرب ما شاء الله، يعني احنا من 4 سنين ممكن مع عماد النحاس ما وصلناش للمكانه دي. يعني الموضوع المربع او الخامس ما كانتش موجوده قبل كده. ما بنقللش من قيمة عماد النحاس، لكن بنقول ان شوقي جه كمل مشوار عماد النحاس في وجود المقاولين في هذه المكانة. طيب واتحاد سكندري على جنب الاتحاد كمان بداية كبير وجماهيرية كبيرة. استاذ محمد مصلحي برضك من رؤساء الاندية اللي عنده ذكاء، وعايز اقول لك خلال السنة الماضية كان في مشاكل في الاتحاد انه ينزل. طبعا الكابتن محمد عمر لما تولى الاتحاد في اخر 5 6 مباريات اسلام فرق معاهم بشكل كبير. عمر من المدربين الاكفاء طبعا، وبعدين ابن الاتحاد، فعمر قدر بصراحه يعني قدر يحافظ على كيان الاتحاد انه ما ينزلش. في نفس الوقت كمان عمر بقى مشرف على الكوره واختار اللعيبه للموسم الجديد مع طبعا الراجل الاجنبي اللي موجود عندهم، فدي من ضمن الحاجات اللي برضك تحسب لعمر مع محمد مصلحي. نعم. اداء الاتحاد من بدايه الموسم اختلف اختلاف كلي عن السنوات الماضيه. يمكن اول مباراه كان الاتحاد في اسوان، كسب في اسوان، ودي يمكن 3 نقاط اللي اديته يعني الانطلاقه لما في عمر الدوري بالظبط. طيب خلينا نروح لمنتخب الشباب. منتخب الشباب عندنا المباريات القادمه في مجموعه قويه جدا، نيجيريا، منتخب نيجيريا ومنتخب السنغال ومنتخب موزمبيق، ثم منتخبنا الوطني للشباب مع كابتن محمود جابر. توقعاتك بقى يعني فوز ودي على جنوب السودان بهدف نظيف، وتعادل النهارده مع اوغندا في مباراه وديه اخرى. الله يكون في عونه محمود جابر. مجموعه شرسه يعني، السنغال ونيجيريا دول من الفرق المصنفه. احنا شفنا السنغال في كاس المحليين في الجزائر، يعني عملوا انجاز بشكل كبير. فالسنغال عندها منتخبات من تحت كده لحد فوق، منتخبات مميزه بشكل كبير. نفس الكلام بالنسبه لنيجيريا. محمود جابر يعني بصراحه عامل شغل مع منتخب الشباب بشكل كبير جدا. مباراه الحبيه يمكن اكيد هتحط جابر في الاستراتيجيه والخطه اللي هيلعب بيها ان شاء الله هذه البطوله. يا رب ربنا يوفقهم ان شاء الله، ودايما هنظل دائما في ظهر منتخبنا الوطني للشباب. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير.